شق عني حكي اني بحبك انا علقان. امير عموري نجم ذا فويس كيدز يدخل القفص الذهبي ويفاجئ الجميع، اخفى هوية زوجته والجمهور بحالة ذهول. أمير عموري يعلن خبر زواجه ويفاجئ الجميع، ما فعله لا يصدق والجمهور في حالة صدمة. فاجأ نجم The Voice Kids الفنان السوري أمير عموري متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان خبر زفافه، حيث نشر على حسابه عبر إنستغرام مجموعة صور ظهر فيها برفقة زوجته من حفل الزفاف. اللافت أن أمير عمد إلى إخفاء هوية عروسه المحجبة عن المتابعين، حيث ظهرت وهي تدير ظهرها للكاميرا مرتدية فستان الزفاف الأبيض، بينما ظهر هو بشكل واضح ممسكاً بباقة ورد بيضاء. ترندو صدارة جمال نمبر ون، ترندو صدارة. وأرفق الفنان الشاب الصور بتعليق قال فيه: رزقني الله بك وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، ما في مبروك يا حبيبي. حيث تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الخبر متمنين له ولزوجته حياة سعيدة، في حين مازحه البعض الآخر إذ قال أحد المتابعين: أنا كنت أكبر منك وأنت تزوجت وأنا لسه بتابع The Voice، والله مشكلة. الجدير ذكره أن الجمهور العربي تعرف على الفنان أمير عموري خلال مشاركته في برنامج The Voice Kids في العام 2016، حيث كان يبلغ من العمر 11 عاماً، وانضم إلى فريق الفنان المصري تامر حسني ونجح في الوصول إلى مرحلة المواجهة النهائية. ويتمتع أمير عموري بخامة صوتية مميزة، حيث أطرب لجنة التحكيم وفاجأ الجميع بقدراته العالية وموهبته المميزة، ولا زال عدد كبير من متابعي البرنامج يتذكرون أمير وأدائه الفريد. وعقب انتهاء البرنامج حينها، عبر أمير عموري عن سعادته بخوض تلك التجربة ووصوله إلى النهائيات، إذ قال في تصريح لإذاعة شام أف آم السورية: تمنيت ألا تنتهي هذه المنافسة أبداً، مضيفاً اللقب غير مهم، وأنا حزين لأنني فارقت أصدقائي الذين تعرفت عليهم خلال البرنامج، مؤكداً أنه توقع أن يفوز بلقب The Voice Kids. الأمر حدك لا نزلك، نجماته كلها بدلك، بس أنت يا عمري. وكان أمير في وقت سابق قد حل ضيفاً ضمن برنامج الإعلامية رابعة الزيات على قناة لنا، حيث تحدث عن الشهرة التي تواكب الأطفال ضمن برنامج الهواة ومن ثم تختفي بعد انتهاء البرنامج، إذ قال إن هذه البرامج تعطي النجومية والحلم وفجأة تغيب عن الشخص تلك الأضواء، لافتاً بالمقابل إلى أنه لا يندم لمشاركته في البرنامج، ومن المؤكد أنه يعيد التجربة لو عاد به الزمن إلى الوراء. كبيرة يا أمير، عشت الشهرة؟ عشتها، عشت جزء منها. شو جزء منها يعني؟ يعني عشتها ومثل هذا. وقد أصدر أمير بعد خروجه من برنامج The Voice Kids عدد من الأغنيات التي لاقت نجاحاً كبيراً وحصدت نسبة مشاهدات عالية على قناته عبر يوتيوب.